السلام عليكم. نتكلم النهارده عن الانالوج تو ديجيتال كونفرتر والديجيتال تو انالوج كونفرتر. هنبتدي اول حاجه بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر. والانالوج سيجنال معناها او فرقها عن الديجيتال سيجنال اللي بيكون عندي انفينيت نمبر اوف اليمنت، يعني بلاقي ان لو عندي سيجنال بالشكل اللي قدامي دوت فيكون عندي عدد لا نهائي من البوينت الموجوده على السيجنال اللي قدامي. ففكره ان انا عشان احول السيجنال الانالوج دي لديجيتال فورم، فاول عندي 3 خطوات. البلوك اللي عندي بيكون اول بلوك اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرتر. جوه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر بيكون سامبلينج و اند هولد، ده بيكون اول بلوك. فعشان اخد سامبل عينات من السيجنال اللي عندي، فهو هنا العينات باخد سامبل بالشكل ده وسامبل 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 بالشكل ده. طيب مبدئيا ازاي اخد السامبل دي؟ عن طريق السيركت اللي قدامي هنا. فبيكون في عندي ام فولتج وفي عندي سويتش وكابسنس، وكل ما ابتدي اشغل السويتش اللي عندي فالمكثف يشحن بالفاليو اللي في الفي انبوت اللي عندي او يدس تشارج. ففي الحاله دي الفي اوت يظهر معايا بالفاليو الايكوفالنت. طيب هو قفلت السويتش وفتحته بتتم في نو تايم ولا بيبقى ليها وقت؟ بيبقى لها وقت. فهنلاقي ان في كتب كتير بتعمل ابروكسيميشن اللي هو ايه لاين واحد كده، لكن المثال اللي قدامي هنا شرحها بتفصيل اكتر. يعني ايه شرحها بتفصيل اكتر؟ تفصيل اكتر ان كل سامبل عندي هي عباره عن حاجه اسمها امبلس اوف تي، وامبلس دي ما هي الا عباره عن ريكتانجل يعني، والطول بتاعه ابسلون نوت والعرض بتاعه واحد على ابسلون نود. فبقى عندي واحد على ابسلون نود وعندي ابسلون نود، حاصل ضربهم في بعض بيساوي واحد. فبقى كل امبلس عندي الفاليو بتاعتها بكام؟ بوان. كل امبلس عندي الفاليو بتاعتها بوان. فبقيت اضرب كل امبلس في الانالوج سيجنال اللي عندي فهيظهر معايا الاوت. بس هل كان الاوت اللي عندي بيتم في نو تايم ولا كان ليه تايم؟ لا كان ليه تايم. طيب التايم اللي انا باخده ده بسميه الكونفيرجن تايم. عشان كده بقى اول بلوك اسمه ايه؟ بقى اسمه سامبلينج. اول بلوك بقى اسمه سامبل اند هولد او سامبلينج اند هولد ستيج. وهولد ليه؟ لان بياخد وقت عشان هو يحول الفاليو دي على البي اوت. طيب وطبعا الوقت اللي انا ببتدي اقفل وافتح فيه السويتش عندي هنا ده بيبقى ليه معدل فتح وقفل، فبسميه اللي هي السامبلينج فريكوانسي او السامبلينج تايم. السامبلينج تايم، السامبلينج تايم، والسامبلينج تايم ده بيكون التي اس. وفي عندي السامبلينج فريكوانسي اللي هي بتبقى واحد على التي اس اللي هي بتبقى الاف اس اللي هي السامبلينج فريكوانسي. طيب فاول بلوك عندي اللي هو السامبل اند هولد، وتاني حاجة بيكون عندي حاجة اسمها طيب، وتاني بلوك بيكون حاجة اسمها كوانتيزيشن. يعني ايه كوانتيزيشن؟ هنعرفها قدام شوية. تاني بلوك اسمه كوانتيزيشن. وتالت بلوك بسميه انكودينج. فيظهر معايا البلوك دايجرام للانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي بيكون عندي انالوج سيجنال وبتظهر في صوره ديجيتال اوت على عكس الديجيتال تو انالوج كونفرتر اللي هي دي اي سي، وبيكون عندي الانبوت ديجيتال بيكون عندي الاوت انالوج سيجنال. جوه الديجيتال تو انالوج كونفرتر بلاقي ان بيكون عندي ديجيتال فاليو بالشكل اللي قدامي هنا دوت، والسيجنال دي ابتدي احولها لقيمه انالوج زي ما هنشوف التكنيك دلوقتي ازاي بحولها لقيمه انالوج. في كذا طريقه ممكن احول بيها الديجيتال سيجنال لانالوج سيجنال او انالوج اوت. وبيظهر عندي حاجه اسمها الاكيورسي، الدقه بتاعه الكونفرجن، عمليه التحويل بتاع الدقه بتاعته ميديم متوسطه اللي هو ولا هاي.
بس اشهر طريقه عشان احدد بيها الاكيوريسي اللي عندي حاجه اسمها الفول سكيل ايرور، وده بيكون نسبه، وده بيتمثل في صوره نسبه برسنتج في الميه من الكونفرتر فول سكيل اوت، يعني نسبه من الاعلى قيمه ممكن يوصلها الاوت عنده. فالفول سكيل ايرور ده هو نوع من انواع الايرور، بيبقى الماكسيم ديفيشن اوف ذا داك ديجيتال تو انالوج كونفرتر، هو اعلى ديفيشن حيود للداك اوت فروم اتس اكسبكتد ايديال فاليو. ليه؟ لان بيكون في عندي قيمه متوقعه ايديال زي ما بيقول الكتاب، بس ما نوصلهاش نتيجه لعوامل تانية هنعرفها واحنا شغالين، فبيكون اعلى نسبه حيود ممكن اوصل لها من القيمه الايديال. وزي ما اتفقت ان هي بتكون بيرسن او برسنتج من الفول سكيل. فلو افترضت ان انا عندي الداك اللي عندي الاكيرسي بتاعته 1 من 100% من الفول سكيل، وافترضت ان الكونفرتر اللي عندي الفول سكيل بتاعه 9 فولت، اعلى قيمه ممكن تخرج معايا هتبقى 9 فولت و 375 من 1000 فولت. ففي الحاله دي هلاقي ان انا نسبه الفول سكيل ايرور اللي عندي هضرب القيمه دي في 1 من 100% فيظهر معايا 0.9 ملي فولت بلس او ماينس. طب فبلس او ماينس يعني التغير بناء على الفول سكيل ايرور ده اول نوع من انواع الايرور، اخره هيوصل لحد اقل من 1 ملي فولت. طيب تاني حاجه الريزوليوشن، يعني ايه الريزوليوشن؟ نيجي على الكوانتايزيشن، تاني بلوك جوه الانالوج ديجيتال كونفرتر. هو انا دلوقتي السيجنال الانالوج اللي انا خدتها بعد ما جبت منها السامبل زي ما شفنا هنا، السامبل اللي عندي دي هي سامبل بتستيل انالوج، لسه القيمه عندي انالوج لسه ما حولتهاش لقيمه ديجيتال. ويعني ايه ديجيتال؟ مش 0 1 لا، قيمه ديجيتال يعني عندي فاينايت نمبر اوف بروبيلتي، عدد محدود من الاحتمالات، كان بي كاونتد، عدد ممكن اعده. فلما اكتب ريزوليوشن لي انا كتديشنال كونفرتر معناها ان انا همثل السيجنال الانالوج كل سامبل خدتها همثلها بكام بت. فواحد ممكن يمثلها في 4 بت، واحد ممكن يمثلها في 5 بت، ممكن يمثلها في 8 بت، في 10 بت، في 12 بت، في 16 بت، كل شيء وارد. بس لو افترضت ان انا هسجلها في 8 بت، افترضت ان انا هسجل الفاليو اللي عندي في 8 بت، ف 8 بت هيظهروا معايا بالصورة دي، هيظهروا معايا بالصورة دي، وهيظهر معايا من أول 0 1 2 3 4 5 6 7 ال 8 بت اللي عندي. بس 8 بت أقل ويت فيهم الزيرو وأعلى ويت فيهم السبعة، فأقل ويت فيهم بسميه least significant bit اللي موجود عندي. يبقى أقل تغير في الأنالوج سيجنال هيبتدي يغير معايا 1 على الليست سيجنفكت بيت تشينج. يبقى أول حاجة هبتدي أقل حاجة ممكن أغيرها تتغير معايا في الليست سيجنفكت بيت، وطبعا ال 7 دي هتبقى إيه؟ هتبقى الموست سيجنفكت بيت. وباختصار كده نفتكر يعني إيه الليست والموست سيجنفكت بيت، لما أقول إن أنا معايا 111 جنيه، طب ما دوت واحد ودوت واحد، بس الواحد اللي هنا الويت بتاعه الوزن بتاعه ب 100 واحد من الواحد اللي هنا، ولا هي مش دي عباره عن 100 بلس 10 بلس 1، يبقى هنا دي 1 ودي 1، بس الويت اللي هنا ب 100 من الويت بتاع ال 1 اللي هنا ولا لا، فبسمي دي هنا موست سيجنفكت بيت واسمي دي هنا ليست سيجنفكت بيت. طيب فلما يكون عندي 8 بت يبقى معناها ان انا عندي كام بروبيليتي ليهم؟ عندي كام احتمال ليهم؟ يبقى عندي 2 باور ال n probability، يعني عندي 2 باور ال 8 يعني عندي 256 probability، يعني من 0 لحد 255 probability. يبقى عدد الاحتمالات اللي عندي اللي ممكن يحصل لها varying تتغير based على ال 8 بت اللي انا استعملتها عشان احسب بيها resolution active digital converter، بيحصل لها change من 0 لحد 255 value. الفاليو اللي عندي ممكن تتغير من 0 لحد 255، ومن هنا يظهر معايا السايز اللي انا ممكن اتشينج عليه الفاليو بتاعي.
طبعا الانكت ديش الكونفرتر او ديش الانكت كونفرتر بيكون ليهم ريزوليوشن، والكومن طبعا من اشهر الانواع بيبتدي من اول 8 بت لحد 16 بت ريزوليوشن. طيب لحد دلوقتي انا حسبت انا عندي كام كوانتايزيشن ليفل، 2 باور ان دي بسميها كوانتايزيشن، كوانتايزيشن ليفل انا عندي كام كوانتايزيشن ليفل. لكن الريزوليوشن لما قلنا انا عندي 256 ليفل واعلى فولت عندي مثلا الفي ريفرنس 5 فولت، يبقى كل ليفل من 256 فيزيكالي على حاجه ملموسه فيزيكال مينينج هيبقى بيمثل كام تغير قد ايه في الاشاره اللي عندي. هيبقى ال 5 فولت ديفايدد على 256، يبقى في الحاله دي اعرف كل ليفل 256 يكافئ كام ملي فولت، يكافئ كام ملي فولت. طيب طبعا بيظهر معايا حاجه اسمها ريزوليوشن ايرور، بيظهر حاجه اسمها ريزوليوشن ايرور. ويعني ايه ريزوليوشن ايرور؟ في بعض الكتب التانيه، في بعض الكتب التانيه هنشوفها برضو في ايرور، بس هي اختلاف مسميات، حاجه اسمها كوانتايزيشن ايرور. الريزوليوشن ايرور هو انا هاخد السامبل كله قد ايه مبدئيا. يعني هو هنا في نقطه لازم نكون عارفينها، في حاجه اسمها تي اس السامبلنج تايم، والمقلوب بتاعها اللي هي السامبلنج فريكونسي، وانا هاخد السامبل كله قد ايه. فانا هاخد سامبل كل قد ايه، كل ما بزود السامبلنج تايم دي حاجه مش حلوه، لكن كل ما بزود السامبلنج فريكوانسي اللي هي واحد على التي اس دي حاجه كويسه جدا. ليه؟ لان بدل ما السيجنال الساين اللي قدامي دي هتظهر معايا بالشكل اللي قدامي اللي هو باللون الاخضر ده، لا ده هي هتظهر معايا اقرب للصوره الحقيقيه. يبقى كل ما ازود النمبر اوف سامبل، وعشان ازود النمبر اوف سامبل يبقى لازم ازود السامبلنج فريكوانسي، يبقى هوصل لاقرب شكل للصوره الحقيقيه ولا لا؟ حلو جدا. طب عشان اوصل للسامبلنج فريكونسي يبقى في عندي بري كوشن كده لازم اخد بالي منه، ان لازم يكون السامبلنج فريكونسي اتليست على الاقل يكون ضعف الباندويتس اللي انا شغال عليه. ودي عشان حاجه اسمها اليازنج بروبلم في الريكونستراكشن، لما اجي ما حلو انا ممكن اعمل لها سامبلنج بريت اقل من 2 بي، سوري السامبلنج فريكونسي لازم يكون جريتر ذان اور ايكوال ال 2 بي ضعف الباندويت. طب انا لو اشتغلت برينج اقل من كده او غير الرينج اللي انا بتكلم عليه، ففي الحاله دي هيحصل عندي حاجه اسمها اليازنج بروبلم. ليه؟ نشرحها في عجاله كده. لما انا خدت السامبل اللي عندي هنا الريكت دي وحولتها من دومين لدومين تاني، فوانا جاي اعمل لها ريكونستراكشن، وانا بعمل لها ريكونستراكشن في الريسيفر، فطبعا انا بنفذ الترانسفورميشن من دومين لدومين. فلو حبيت اجيب الترانسفورميشن للريكت اللي عندي للامبلس اللي عندي، والامبلس اللي عندي ما هي الا ريكت، فبلاقي ان الريكت كان بيتحول في الاوتبوت في صورة سينك. في صورة سينك. وطبعا كان السيجنال اللي عندي الاساس بتاعها فين؟ كان عبارة عن ان انا بجيب لو باس فلتر على البيك، والبيك اللي عندي دي كان يبتدي فيها 90% من السيجنال اللي عندي، فيجي السيجنال اللي بعدها او الامبلس اللي بعدها يجي برضو لي السنك الخاصة بيه، فبرضو يكون ليها نفس لو باس فلتر الخاص بيها. فلو ان انا اشتغلت برينج اقل من ضعف الباندويتس في السامبلنج فريكونسي، يبقى في الحالة دي هلاقي ان بيحصل عندي في الريكونستراكشن يحصل اليازنج، ان في جزء من السيجنال اللي هنا مع جزء من السيجنال اللي هنا فيتجمعوا على بعض، فيحصل تغير في الفاليو بتاعت السيجنال اللي عندي، يحصل تغير في الفاليو بتاعت السيجنال اللي عندي، فيظهر معايا هنا ايرور، فيظهر معايا هنا ايرور. دي اللي احنا بنسميها اليازنج بروبلم. بس مش حتتنا، لان احنا ايه بندرس الموضوع بشكل بسيط.
كل ما ازود السامبلينج فريكونسي اللي عندي كل ما يكون احسن. بس طبعا السامبلينج فريكونسي يحتاج باندويتس كبير، والباندويتس بفلوس. ان انا عشان اجيب باندويتس كبير ده هيكلفني، ان البرودكت اللي عندي هيكون غالي عشان احتاج ترانسميتر وريسيفر بسكيل اكبر. فلاقي ان الريزوليوشن ايرور اللي عندي هنا، طبعا هي ريزوليوشن ايرور هنا هو بيعتبر ان انا كل ما اقلل او اخد اكبر التي اس السامبلينج تايم، او ان انا اقلل السامبلينج فريكونسي، يبقى في الحاله دي هيبقى شكل السيجنال يظهر معايا بالشكل الاخضر ده. وكل ما ازود السامبلينج فريكونسي واقلل السامبلينج تايم، يبقى في الحاله دي انا بوصل اقرب شكل للايديال سيجنال او للترانسميتد سيجنال. طيب تاني نوع من انواع الايرور، او تالت نوع من انواع الايرور، اللي هي الاوفست ايرور. والاوفست ايرور ايه معناها؟ ايه اوفست؟ يعني شيفت، بشفت السيجنال عن سواء بقى بوزيتيف او ماينس. ودي بتحصل ان انا بيكون في عندي كونستانت اوفست ما بين الاكشوال اوتبوت والايديال اوتبوت. يعني ايه؟ لو افترضت ان انا عندي الايديال بالشكل دوت، فالسيجنال عندي ممكن يحصل لها شيفت بي بوزيتيف فاليو او بي نيجاتيف فاليو، فبيكون الاوفست ايرور طبعا هو بيكون الديفرنس ما بين الايديال اكشوال ديك ديجيتال ترانسميتر كونفرتر اوت والسيجنال اللي ظهرت معايا في الاوت، وده بيكون الاوفست ايرور. طيب رابع نوع من انواع الايرور الجين ايرور. الجين ايرور وده برضو بيكون الفرق ما بين الايديال والاكشوال اوت لما يكون الفول سكيل ديجيتال كود ابلايد على الانبوت اللي عندي. طبعا الجين اللي هنا بيكون عبارة عن طبقا لما هاجي اشتغل زي ما هنشوف كمان شوية نشتغل بالاوبريشن امبليفاير. طيب فلان الجين اللي عندي بيخرج اوتبوت ستيب سايز يا اما بيكون اكبر او اقل من الاكسبكتد لي سيجنيفيكانت بيت او الاكسبكتد اوتبوت، فبيكون الفرق بسيط مش كبير، بس طبعا بيكون يعتبر ايرور. فنتيجة للجين ايرور بيظهر معايا بعض الديفيشن في الاكسبكتد فاليو. خامس نوع من انواع الايرور لينياريتي ايرور. واللينياريتي ايرور فكرتها ايه؟ يسموه كوانتايزيشن ايرور. طب فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا دلوقتي لما خدت سامبل، فسي انا خدت سامبل هنا، او سي انا مثلا خدت سامبل هنا، دي كانت السامبل، ولما جيت احسب الكوانتايزيشن ليفل فلقيت ان في كوانتايزيشن ليفل هنا دوت مثلا ليفل 13، وده هنا ليفل 14، والسيجنال اللي عندي هتتقرب لي ليفل من الاثنين، يا اما ليفل 14 يا اما ليفل 13، فالكوانتايزيشن ايرور دلوقتي هيبتدي يقربها يا اما الليفل اللي فوق يا اما الليفل اللي تحت. كان بالظبط انت راكب اسانسير، والاسانسير دوت كهرباء قطعت عليك، فيا اما بيجيبك طبقا للبرمجه اللي فيه، يا اما بيجيبك لاقرب دور تحت يا اما لاقرب دور فوق. يبقى في الحاله دي بيظهر معايا ايرور هنا، وبسميه كوانتايزيشن ايرور. بسميه كوانتايزيشن ايرور نتيجه ان انا في عندي بقرب السامبل لاقرب كوانتايزيشن ليفل خاص بيها، فيبقى حولت السيجنال من سامبل ل ديجيتال سيجنال. بقى عندي السامبلنج اول حاجه، وبعد كده كوانتايزيشن، فهي سامبلد بات نوت ديجيتال، ما هيش ديجيتال. لكن في كوانتايزيشن، يبقى انا حولت السيجنال اللي عندي لي ديجيتال، وطبعا بيظهر معايا نسبه ايرور بسيطه. فاللينياريتي ايرور هنا بيكون الفرق ما بين الديزايرد انالوج اوتبوت، الاوتبوت اللي انا عايز اوصل له، والاكشوال اوتبوت على الفول رينج الاكسبكتد فاليو فعليا، القيمة اللي انا بوصل لها كام، تمام، والقيمة اللي انا ببعي القيمة الفعلية اللي انا بعتها في الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، والقيمة الفعلية اللي بتظهر عندي في الاوت، فبيكون في فرق بسيط برضه بسميه لينيارتي ايرور.
فعلى سبيل المثال هلاقي ان اللينيارتي هنا لو الايديال 4 بيكون عندي ال سيجنال بالشكل دوت مثلا في كود بالشكل دوت، فيكون الانالوج اوت سيجنال بتاعه بالفاليو دي، وال سامبل اللي بعدها هيكون الفاليو بالشكل ده، فهيبقى الميد بوينت اللي عندي، وابتدي اوصل بوينت معين. في النون لينياريتي بلاقي ان هي ممكن تاخد شكل تاني، ما تاخدش شكل اللينير اوتبوت اللي ظاهر معايا. في الحاله دي بيبقى نون لينياريتي في الديجيتال انبوت سيجنال. طيب اجي على الديجيتال تو انالوج كونفرتر. طبعا هو هنا مكتوب بصوره يعني تلخبط شويه، بس هو في كذا صوره تانية للتبسيط هنعرفها دلوقتي. ديجيتال تو انالوج كونفرتر ويز باينري ويتد ريزيستور. اول حاجه استعمل فيها باينري ويتد ريزيستور. هي انا هنا دلوقتي شغال ايه؟ شغال سامينج امبليفاير مثلا ولا نون انفرتنج امبليفاير؟ شغال ب طيب. ففي بعض الكتب بتخليها بدل ما هي 8 ار بتخليها ار، وتخليها هنا ار على الاثنين، وتخليها هنا ار على الاربعه، وتخليها هنا ار على الثمانيه. وافترض ان ار اف عندي بار، يبقى في الحاله دي لما اجي احسب البي اوت اللي عندي، طبعا انا هنا افترضتها ماينس بي ار، عشان ماينس بي ار انا شغال انفيرتنج امبليفاير على كل انبوت، او الجين اللي عندي بالنيجاتيف، يبقى في الحاله دي نيجاتيف في نيجاتيف فيزر كلهم معايا بوزيتيف، هنا وهنا وهنا وكل التيرمز اللي موجوده معايا. فعشان احسب الديجيتال سيجنال، الديجيتال سيجنال لو ان انا همثلها في 4 بت، ال 4 بت بيتكتبوا ازاي؟ مش بيكون 2 باور 0 و 2 باور 1 و 2 باور 2 و 2 باور 3، 4 بت. فبيكون اقل ويت عندي هنا ده بيكون الليست سيجنيفيكانت بت، واعلى ويت عندي هنا بيكون الموست سيجنيفيكانت بت. فيبقى اقل ويت عندي هنا هيكون الفاليو بتاعته 1، اللي بعده 2، اللي بعده 4، اللي بعده 8. فاجي على الفي ار، الفي ار اول اليمنت عندي هنا الويت اللي عندي هنا 2 باور 0، فلما اجي احسب الجين اللي عندي هيكون ار اف اللي هي ار على الار اللي عندي هنا، واللي بعدها هيكون ار على ار على 2، يبقى ضربت الفاليو اللي عندي في 2، واللي بعدها هتبقى ار على تبقى الفاليو اللي بعدها تبقى ار على ار على الاربعه، يبقى كانها ضربت السيجنال اللي عندي في 4، واللي بعدها تبقى ار على ار على 8، يبقى كانها ضربت السيجنال في ويت 8. يبقى انا حولت السيجنال اللي عندي من ديجيتال تو انالوج كونفرتر، وظهر معايا الفورم اللي عندي بالشكل دوت، البي اوت ظهرت معايا بالشكل دوت. وطبعا المزايا هنا هو سيمبل كونستراكشن اناليسيز وفاست كونفرجن، وطبعا الديس ادفانتج ان هو بيحتاج لارج رينج من الريزيستنس عشان اوصل طبعا من 2048 لحد 1، بحيث ان انا لو وصلت لحد 12 بت، ف 12 بت دي معناها ان انا شغال كام 2 باور 12 ب 4096، بس 4096 دي بيكون فيه نصهم بوصل ونصهم نيجاتيف، فهيبقى من اول الزيرو لحد 2047، وفي الزيرو من اول ماينس 1 لحد ماينس 2048، فيظهر معايا ال 4096 بروبيت. فلازم طبعا يكون عندي لارج رينج من ريزيستنس عشان اقدر اظبطها طبعا على السكيل ده كله، وده طبعا بيحتاج بريسيشن عالي جدا، دقه عاليه، ودي ما بتبقاش موجوده في الريزيستنس، لان الريزيستنس اللي عندي بتتاثر بدرجات الحراره بتاعت الروم تمبريتشر، وبيكون ال ليها كذا بارامتر بيأثروا على الريزيستنس، فالتولرنس بتاعت الريزيستنس لازم تكون قليلة، ويكون البريسيشن عندي عالي، ودي مش هتبقى متاحة بسهولة. تاني ديس ادفانتج require low switch resistance in transistor، وتالت عيب ان هي تبقى اكسبنسيف غالية مع الانواع اللي بتدقها العالية من الريزيستنس، وان هو ده في الغالب بيكون ليميتد على 8 بت ريزوليوشن عشان يكون عندي الرينج بتاع الريزيستنس اللي انا شغال عليها. طيب تاني نوع في انواع الديجيتال تو انالوج كونفرتر، يكون حاجه اسمها ار ديفايدد باي 2 ار لادر ديك.
دش لتوأم الكونفرتر، والطريقة دي بحل بيها مشكلة الطريقة اللي قبلها للدش لتوأم الكونفرتر، اللي كان عندي مشكلة رئيسية إن أنا كان عندي لارج رينج من ريزيستور، والريزيستور دي كان لازم لما اجي اشتغل بالترانزستور كان لازم يبقى الترانزستور دي له سويتش ريزيستنس جواه عشان ما تبتديش تأثر لي على الفاليو بتاعت الريزيستنس الأساسية. فباينري ويتد ريزيستنس استبدلتها ب R2 R لادر داك، والجين اللي عندي هنا بيكون هو العلاقة ما بين ال RF وال RM. بس هنا طبعا عشان اديترماين الفاليو بتاعت ال B1 لحد ال B4 بيكون طبعا عندي ال B4 هي اللي significant bit، وال B1 اللي هي الموست significant bit. لو انا افترضت مثلا ان انا عندي الانبوت هنا 1 0 0 0، يبقى في الحاله دي هيكون الانبوت اللي عندي طبعا لازم احسب الفولتج اللي هيجي هنا. الفولتج اللي هيجي هنا هيكون طبعا الفاليو ديفايدد على الاثنين ال بي ان او ال في او ال في 4 ديفايدد باي 2، او اللي هي ال بي بي 4 ديفايدد باي 2. والقيمة اللي عندي هنا هبتدي احسب الانبوت ريزيستنس اللي عندي هنا والفولت اللي هنا، وابتدي احسب فولتج ديفايدر للقيمة اللي هنا والقيمة بتاعت الانبوت. هيكون طبعا الانبوت ريزيستنس هيكون الار اف على 3 ار، والانبوت اللي عندي هيكون الفي بي على 2. فيظهر عندي بعد اثبات الفورم النهائي هيكون نفس الاوت للستيج اللي قبلها، يكون الفي اوت بيساوي الار اف على الار في الفي ار في البي 1 في 2 باور ماي على 2، وبلس البي 2 على 4 بلس البي 3 على 8 بلس البي 4 على ال 16. فده تاني نوع في انواع الديك، وده كان المزايا بتاعته ان هو بيحتاج بس فقط 2 ريزيستنس اللي هم الار وال2 ار، ما بيحتاجش هاي بريسيشن ريزيستور، مش محتاج دقه عاليه. والعيب الاساسي بتاعه ان بيكون الكونفرجن سبيد عندي بتكون اقل من الباينري ويتد ديك. طيب فده كان اول جزء اللي هو الديجيتال تو انالوج كونفرتر. تاني جزء هيكون الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. والانالوج تو ديجيتال كونفرتر طبعا السيجنال اللي بيجي لي انا مش هاخد البند كله. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي بتكلم الهيومن سبيتش، الصوت البشري ده بيبقى في رينج من اول 300 هرتز لحد مثلا 3400 هرتز. فللتبسيط قلنا ان الصوت البشري بنتكلم في اول 4 كيلو هرتز في البند، ده الصوت البشري. فلما اجي احول من اكتو ديجيتال كونفرتر، هل احول اللي في رينج 8 كيلو؟ لا، طب ما البني ادم الاحبال الصوتيه بتاعته ما بتتكلمش في 8 كيلو، يبقى انا محتاج بس اول 4 كيلو. باول حاجه اعملها اعمل لو باس فلتر على ال 4 كيلو هرتز اللي عندي، بحيث ان انا سلكت الباند اللي انا هبتدي، بحيث ان انا سلكت الباند اللي انا هبتدي احوله لديشال، وبعد كده سامبل اند هولد، سامبل اند هولد بلوك، وبعد كده انا كنت ديشال كونفرتر اللي هي كوانتايزيشن والانكودنج. طبعا سامبل اند هولد زي ما قلنا قبل كده ان انا شغال بالشانن سامبلنج سيرم، ودي كان فكرتها ان اي سيجنال ممكن انت تعملها ريكونستراكشن او ريبروديوس في الريسيفر، بس بشرط ان يكون السامبل اللي عندي خدتها عند سامبلنج تايم او سامبلنج انترفال ما يكونش اكبر من نص الفريكوانسي ام. فلو قلت ان انا عندي تي اس عندي لازم ما يزيدش، يكون اقل من نص الاف ايه او النص البند، بس يبقى في الحاله دي مقلوب التي اس اللي هي ايه؟ اللي هي فريكونسي، سامبلنج فريكونسي. يبقى سامبلنج فريكونسي لازم يكون جريتر ذان اور ايكوال ضعف الباند ويدث اللي عندك. طيب فده كان الشانل سامبلنج سيرم. الاليازنج طبعا لو ان انا اشتغلت برينج اقل من ال 2 باند ويدث او 2 اف انبوت اللي عندي، في الحاله دي بيظهر ان عندي في الريسيفر اليازم في تداخل ما بين السيجنال بيحصل، ففي الحاله دي ما بيحصلش ريبروديوس او ما بيحصلش ريكونستراكشن صح للسيجنال اللي عندي. فعلى سبيل المثال لو افترضت ان انا عندي 2 كيلو هرتز ساين ويف، ساين ويف التردد بتاعها 2 كيلو هرتز، سامبل عند 1.5 كيلو هرتز، يبقى في الحاله دي انا عملت سامبلنج بكام؟ 1.5 كيلو هرتز، والاف ان فريكونسي انبوت اللي عندي كان كام؟ كان 2 كيلو هرتز. فلما اجي اعملها ريكونستراكشن هلاقي ان في اليازنج بروبلم بتظهر معايا،
دي السيجنال ده في 500 هرتز، في 500 هرتز هيحصل فيهم تداخل ما بين كل سامبل مع السامبل اللي جنبها، ما بين كل سامبل مع السامبل اللي جنبها. طيب لو نفترض ابسط حاجه عشان نفهم برضو الامبلي ديشنال كونفرتر ونفهم الكوانتايزيشن، خلينا ابسط حاجه لو افترضت 3 بيت كونفرجن اكزامبل، فال 3 بيت ليهم كام احتمال؟ 2 باور 3 8 احتمال، فال8 احتمالات دول بيتغيروا من 0 لحد 7، فكتبت الفاليو من 0 لحد 7 هنا، فبقى اي سيجنال عندي ممكن ان انا اقسمها على واقسمها، وكل سامبل خدتها، انا خدت هنا سامبل وهنا 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 سامبل، يبقى كل سامبل لازم هتروح على ليفل من الثمانية ليفل اللي عندي دي. يبقى انا دلوقتي نفذت عملية الكوانتايزيشن. فلو افترضت ان انا عندي اعلى قيمة وصل لها 5 فولت، يبقى في الحالة دي هقسمها على الثمانية، يبقى كل ليفل عندي الفولتج بتاعه بكام؟ ب 625 ملي فولت. يبقى الستيب سايز، انا الستيب الخطوه اللي انا بطلعها، السلمه اللي انا بطلعها دي في الكوانتايزيشن ليفل بتكافئ كام ملي فولت؟ هجيب الفول سكيل اللي عندي اللي هو ال 5 فولت واقسمها على 2 باور ان اللي هي ال 8، يبقى في الحاله دي وصلت ل 625 ملي فولت او 625000 فولت. وطبعا الفرق هنا اللي احنا اتكلمنا عليه كان الكوانتايزيشن ايرور، ده نتيجه الكوانتايزيشن ايرور، نتيجه ان انا لو جالي سامبل في النص هنا، لو جالي سامبل في النص، يبقى في الحاله دي السامبل اللي جات لي في النص هنا دي محتاج ان انا اقربها يا للفوق يا اللي تحت، جات لي سامبل هنا فيا اما هقربها للكوانتايزيشن ليفل اللي فوق او اللي تحت. فعمليه التقريب دي بسميها كوانتايزيشن ايرور، عمليه التقريب دي بسميها كوانتايزيشن ايرور. طيب في عندي كاونتر او بنسميه الرام انالوج تو ديجيتال كونفرتر. طيب هي مبدئيا عشان انا اكونفيرت السيجنال اللي عندي، عشان اكونفيرت السيجنال اللي عندي، طيب اول نوع في انواع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر كاونتر او رام، وهنعرف ليه سميناها رام، وبتكون بالشكل قدامي دوت. بيكون عندي هنا الكومباراتور، بيكون عندي كومباراتور، والكومباراتور اللي موجود معايا ما بين الفي انبوت الانالوج سيجنال اللي عندي اللي انا هحولها لديجيتال والفيدباك. طب نفهم الرسمه بتشتغل ازاي. في عندي هنا كلوك طبعا، والكلوك دي هي اللي بتبتدي تشغل معاك الكاونتر، والاي او سي هي اللي بتقول لي هل انا نفذت عمليه الكونفرجن التحويل ولا لا. اول حاجه انا هاخد اول سامبل، فاخد السامبل ازاي؟ اخد السامبل عن طريق ان لما يكون الفي ان اكبر، اول حاجه بعملها ان انا بشغل الكاونتر اللي عندي، بس الكاونتر اللي عندي بيشتغل بلو بجراوند، فشغلته بلو فخليت كل الكاونتر كل القيم اللي عندي بزيرو، فهيبتدي يكاونت من اول زيرو. طيب بس امتى هيكاونت؟ لما يجي له كلوك، والكلوك هتيجي امتى؟ لما يجي لي كلوك من هنا، والكلوك هتجي لي هنا امتى؟ لما يكون عندي كلوك ومعاها زيرو، فانا عندي هنا اور جيت، يبقى زيرو مع اي حاجه على الاور جيت هتطلع الحاجه دي، يبقى الكلوك هو اللي هيوصل معاها. وطبعا دي هنا نيجاتيف ايدج، ونيجاتيف ايدج معناها ان هي بتشتغل مع كل ترانزيشن من هاي تو لو، نيجاتيف ايدج بتشتغل مع كل ترانزيشن من هاي تو لو، يبقى لما تيجي تشتغل معايا هنا مع كل ترانزيشن من هاي تو لو، ترانزيشن من هاي تو لو. طيب يبقى هنا ممكن تشتغل، هنا ممكن تشتغل. فالفي ان عندي طبيعي ان هي تكون اكبر من الفيدباك اللي عندي، لان القيمه اللي عندي بتاعت الفيدباك بزيرو، فطول ما هي اكبر يبقى طالع معايا هنا زيرو، لان انا بكمباراتور ما بين البي سي سي وما بين الجراوند، فيطلع معايا هنا زيرو، يبقى هنا زيرو، يبقى لسه عمليه التحويل شغاله، عمليه الكونفرجن لسه شغاله. طيب فهيجي هنا الكاونتر هيفضل شغال، وقيمه هتخرج معايا هنا وهتيجي معايا على الديجيتال تو انالوج كونفرتر اللي احنا كنا لسه شارحينه من شويه، والقيمه هتتحول لانالوج وتيجي معايا هنا على الفيدباك. هل الفيدباك بقى اكبر من البي انبوت؟ لا لسه، فيبقى القيمه زيرو. يفضل الكاونتر شغال معايا، يكاونت معايا لحد ما الاقي ان القيمه الانالوج اللي تخرج معايا هنا بقت اكبر من الفي ان. فاول لما الفيدباك اللي عندي بقى اكبر من الفي ان، ففي الحاله دي هلاقي ان الكلوك هتقف، فبقت القيمه اللي عندي هنا 1، فالسيجنال بتاعت الكلوك وقفت والقيمه خرجت معايا هنا. يبقى انا دلوقتي نفذت عمليه الكونفرجن، انا دلوقتي خدت سامبل والسامبل دي حولتها لديجيتال. عشان اخد سامبل تانية يبقى عن طريق الستارت اللي عندي، يبقى عن طريق الستارت ابعت لها جراوند تاني
وبعد كده ابتدي اصفر كل قيمه هنا وابتدي احول. بس هنا لازم ناخد بالنا من كذا جزئيه، ان الكومباراتور اللي عندي الكونفرجن تايم الوقت اللي هو هيبتدي يحول فيه بيبقى بناء على ايه؟ بيبقى بناء على قيمه الانبوت اللي عندي. يعني لو الانبوت اللي عندي قليله فهياخد وقت اقل، هي الكونفرجن تايم اقل. لو كان الفي ان اللي عندي كبيره الفاليو بتاعتها كبيره يبقى في الحاله دي هياخد الكونفرجن تايم كبير. يبقى في الحاله دي هلاقي لما الكلوك بتكون اوف الكاونتر بيكون بروبورشنال مع الفي ان، وهيبتدي يقف اول ما يكون متناسب القيمه الديجيتال اللي عندي مع الانالوج انبوت اللي عندي. وطبعا الكونفرجن تايم عندي هنا بيعتمد على السايز بتاع الانبوت سيجنال، وهلاقي ان الكاونت اللي عندي بيبتدي يخرج معايا ستريت رام، ستريت كيس رام للكومباراتور، ودي طبعا اللي بيخليني ان انا اسميها رام، ده اللي خلاني انا اسميها رام انالوج تو ديجيتال كونفرتر. واخر جزئيه هنا، لو كان الفي ام عندي بيتغير بسرعه فلازم يكون عندي السكان او يكون الكاونت اب والريسيت، يكون برضو السايكل بتاعته يكون بنفس السبيد عشان ما يحصلش مشاكل ويحصل ان في عداد تقع في النص او سامبل تقع في النص وما يقدرش ان هو يعمل لها كونفرجن. طيب فده كان اول نوع من انواع الانالوج تراديشنال كونفرتر. طيب تاني نوع من انواع الانالوج تراديشنال كونفرتر هو نفس النوع بس زودت عليه حاجه بسيطه. كان عندي هنا عيب جوه التايب اللي قبله، ان كان لازم في كل عد عشان احولها كان لازم ابتدي من الاول وجديد، فيبتدي يكاونت معايا الارقام اللي عندي من اول وجديد، وده طبعا كان مشكله انه بيخلي عمليه الكونفرجن عندي بطيئه. فاتفقنا هنا ان انا هزود عندي ستارت وستوب. ستارت يبتدي يشغل عمليه الكونفرجن لاي نمبر اوف سامبل، وهيكون عندي هنا تو بين من الكنترول لوجيك اللي عندي اب وداون. طب دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا زي ما احنا اشتغلنا المره اللي فاتت هيبتدي يكاونت لحد ما يوصل لحد ان الفيدباك اللي عندي الفولتج فيدباك اللي عندي يكون اعلى من الفي ان، فخلاص انا حددت القيمه اللي عندي. لما اجي اخد السامبل اللي بعدها مش شرط ان انا هبتدي من الزيرو، لا ده انا يا اما هبتدي ازود او اقلل، يا اما هزود يا اما هقلل، ومن هنا سميته ومن هنا جت التسميه اللي هي بتاعت تراكنج كونفرتر، ان الانبوت اللي عندي بيكون تايم فارينج. طبيعي ان الانبوت اللي جاي معايا هنا بيكون تايم فارينج بيتغير مع التايم، ففي الحاله دي يا اما لما اجي اعمله تراك يا اما هزود الفولتج اللي عندي يا اما هبتدي قال لي. عملية التراك كونفرجن دي وفرت عليا وقت كتير، فطبعا بقى السيستم عندي أسرع من السيستم اللي قبله اللي هي رام كونفرتر، بلس إن التراكنج كونفرتر في بعض الأحيان بيسموه كونتينوس كونفرتر، لأن ما بيقفش بعد ما عملية الكونفرجن عندي بتكمل، لا ما بيقفش، ده بياخد السامبل اللي بعدها ويبتدي يعملها كونفرجن. فده كان تاني نوع من أنواع الانالوج تراديشنال كونفرتر. طيب تالت نوع هيكون سكسيسيف ابروكسيميشن انالوج تراديشنال كونفرتر، وفكرته هنا ان انا بقرب السيجنال اللي عندي بس عن طريق حاجه اسمها ايه؟ عن طريق حاجه اسمها سكسيسيف ابروكسيميشن ريجستر. ودي فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا ببتدي اخد الانالوج سيجنال اللي عندي وابتدي اعمل سيت للموست سيجنيفيكانت بيت وابتدي اقارن. لو كان بعد ما عملت سيت للموست سيجنيفيكانت بيت الفي فيدباك اكبر من الفي ان، يبقى في الحاله دي بعمل كلير للبيت. لو كانت زي ما هي الفي فيدباك اقل من الفي ان يبقى خليها زي ما هي هاي، بخش على البيت اللي بعدها ابتدي برضو خليها ب 1، فيظهر معايا طبعا شكل البلوك ديجرام بالشكل ده. بيكون عندي الكلوك والكنترول يونت وال سكسيسيف ابروكسيميشن ريجستر، طبعا هنا الاي او سي عشان احدد اذا كان انا خلاص عملت كونفرجن ولا لا، والداتا اللي عندي من دي نود لحد دي 7، يبقى في الحاله دي انا الريزوليوشن اللي عندي 8 بت، ويعني عندي 256 كونتيزيشن ليفل، والانالوج سيجنال باخدها على الفيدباك. نفس الطريقه بس بيفرق عندي هنا ان اول حاجه بشوف الفي ان واخلي الفاليو هنا ب 1. لو كان ب 1 وستيل ان الفي فيدباك اقل من الفي انبوت، يبقى في الحاله دي باجي هنا واعمل سيت للبيت اللي بعدها. لو لقيت ان هي نفس الفاليو، نفس الفاليو بعد ما عملت لها سيت الفيدباك لسه اقل من الفي ان، يبقى في الحاله دي اعمل سيت للديجيت اللي بعدها. لقيت ان هي لا بقت الفي فيدباك هي اللي اكبر من الفي ان، يبقى في الحاله دي اعمل لها كلير
وبعد كده اعمل سيت للي بعدها وهكذا. فابتدي اجرب كل الاحتمالات، فده ال successive approximation search tree. مثال على successive approximation converter، لو كان عندي الانالوج انبوت سيجنال او انالوج انبوت فولتج بالشكل اللي قدامي دوت، فيكون عندي ربع الفول سكيل، نص الفول سكيل، ثلاث ارباع الفول سكيل، الفول سكيل كله، والانالوج انبوت فولتج اقل من ثلاث ارباع فول سكيل. ففي الحاله دي اول حاجه ببتدي اشوف انا هعمل ريبريزنت فيه 8 بت، ف 8 بت هيبتدي الداتا اللي عندي هتكون 2 باور 0، 2 باور 1، 2 باور 2، 2 باور 3، 2 باور 4، يعني هتبقى 1 2 4 8 16 32 64 128. ف 128 يعني انا عندي نص الفول سكيل اللي عندي هنا 128، يبقى انا هبقى عند نص الفول سكيل. يبقى في الحاله دي انا القيمه اللي عندي قبل الثلاث ارباع فول سكيل بحاجه بسيطه، يبقى في الحاله دي هخلي ال 128 بوار، وبعد كده ال 64. معنى جبت 64 معنى خليت ال 128 او الديجيت اللي هي 2 باور 7 بوار، معناها ان انا دلوقتي هشتغل في معناها ان اول ديجيت عندي، معناها ان اول ديجيت عندي بوان، وابتدي اتشيك على البيت اللي بعد الموست سيجنيفيكانت بيت اللي هي البيت اللي الويت بتاعها ب 64. ففي الحاله دي معنى ان انا اعرف 164 معناها ان هي تكون من الثلاث ارباع لحد الفول سكيل، لكن هي اقل من الثلاث ارباع، يبقى في الحاله دي هتبقى بزيرو. يبقى هنا 2 باور 6 اللي هي 64، و الديجيت اللي بعدها يعني معناها انها دلوقتي اقل، انا لسه هشتغل في الرينج اللي موجود عندي هنا، والقيمه اللي بعدها 32 فهتبقى ب 1 2 باور 5 32، والقيمه اللي بعدها طبعا الكلام ده كله بيكون بالحساب بالورقه والقلم، فهلاقي ان الريزلت اللي عندي هيطلع بالصوره دي. تمام، هبتدي اكمل بقيه الريزلت 1 و 0 1 0 0. فده طبعا سكسسيف ابروكسيميشن كونفرتر هو بيكون الميزة الأساسية بتاعته إن أنا بستعمله مع لارج نمبر في بيت كونفرتر، يعني من أول 10 بيت، يعني عندي 1024 كوانتيزيشن ليفل، 12 بيت 4096، 16 بيت 65536 كوانتيزيشن ليفل، وهلاقي طبعا إن الكونفرجن تايم اللي عندي بيكون في رينج من 10 لحد 20 مايكرو سكند، وده بيكون وقت سريع نسبيا للأنواع التانية. رابع نوع من انواع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، انتجريشن انالوج تو ديجيتال كونفرتر، بيكون بالشكل اللي قدامي دوت. بكون موصل انتجريتور زي ما واضح عندي في الصوره هنا، عندي هنا نيجاتيف بي ريفرنس كانبوت، والاوت عندي بسميه بي انبوت اوف تي، لان بيدخل كانبوت للكومباراتور الستيج اللي بعد كده، وبقارنه على كومباراتور مع الانالوج انبوت. طبعا الاوت اللي عندي ببتدي ادخله اندد مع كلوك، فاللي بيحصل معايا ان الاوتبوت اول لما بوصل طبعا البي ان، الانتجريتور اللي عندي ما بيكونش خرج الاوتبوت عشان يخرج لي النيجاتيف انبوت، لكن بيكون في عندي انالوج انبوت، والانالوج انبوت بيتعرف هنا طبقا للكومباراتور، لان هي هتكون اكبر طبعا من البي ان اوف تي، هتبقى في سي يعني 1. فوان اندد معايا حاجه هتطلع لي نفس الحاجه، يبقى في الحاله دي كلوك خرجت معايا، فالكاونتر شغال. وطول ما الكاونتر شغال هلاقي برضو ان الكاباسنس عندي هنا ال في ان اوف تي هتبقى ب ماينس 1 على ار سي انتجريشن 0 تي ماينس في ريفرنس في دي تي، فالانتجريشن عندي هيظهر ب في ريفرنس في تي على الار سي. طبعا مع مرور الوقت هلاقي الانتجريتور اوت عندي هنا بيوصل للقيمه بتاعت الانالوج سيجنال. طب ولما يوصل لها ايه اللي يحصل؟ ففي الحالة دي يبقى القيمة اللي على النيجاتيف بين هي اللي هتبقى أعلى، يبقى الأوتبوت اللي عندي هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو أو نيجاتيف بي سي. يبقى في الحالة دي الكاونتر اللي عندي هيقف لأن مفيش كلوك داخلاله، فلما يقف يبقى الديجيتال أوتبوت اللي ظهرت معايا هنا هتبقى مقابلة للإيكوفيلنت فاليو في الأنالوج تو ديجيتال في الأنالوج إنبوت الموجود معايا. والوقت طبعا الإنتجريتور بياخده عشان هو يوصل لليفل دوت بيكون بيتناسب طبعا مع الليفل بتاع الانالوج سيجنال، لان طبعا المكاسب بياخد وقت عشان يشحن اللي هو 5 تاو، والتاو اللي هي ار في سي على يعتمد على قيمه الار والسي، وكذلك الار والسي بيعتمدوا على التمبريتشر، لان التمبريتشر بيأثر على الانتجريشن اوت او على الانتجريتور اوت، وطبعا تغير التمبريتشر اكيد هيطلع معايا ايرور.
و السنج سلوب كونفرتر بيعاني من بعض الايرور نتيجه للتمبريشر، والنتيجه التمبريشر دي بيغير في التوليرانس الار و سي، وبالتالي بيغير في الكاركترستيك بتاع الانتجريت. طيب فده كان ده كان رابع نوع من انواع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. خامس نوع من انواع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هيبقى اسمه ديوال سلوب انالوج تو ديجيتال كونفرتر، وده بيفرق عن اللي قبل كده ان ليه قصه ظريفه. اول حاجه بيكون في عندي السويتش، اول حاجه بيكون في عندي سويتش اس 1، والسويتش اس 1 اول ما يشتغل فبيوصل معايا الفي ان على الانتجريت. بس طبعا الفي ان هنا الفولتج بتاعه بوزيتيف، فالاوتبوت لايزر هيكون نيجاتيف، فاكيد هيكون اقل من الريفرنس اللي عندي. فلما يكون اقل من الريفرنس اللي عندي طبعا المكثف عندي هنا بيشحن، فلان الكلوك على طول هيبقى القيمه اللي خارجه معايا هنا ب1، يعني الكلوك على طول اللي خلع كده. فاللي هيحصل ان اول ما الكونفرجن يبتدي هلاقي ان السويتش اس 1 بيتقفل، فالفي ان هي اللي هتوصل عندي على الانتجريتور، والاقي ان الكاونتر هيبتدي يكاونت لحد ما يوصل للاوفر فلو. اوفر فلو يعني يوصل لاخر قيمه ليه ويحصل اوفر فلو، والعده اللي بعد اعلى فاليو فيه فدي بتبقى الاوفر فلو، ودي بتحصل عن تايم تي 2. فيكون ال V1 اوف تي، ال V1 اوف تي اللي بتبقى موجوده هنا بعد الانتجريتور هيبقى الريديشن الرياضي الخاص بيها يكون ماينس 1 على ار سي في انتجريشن من تي 1 لحد تي في ال V ان في دي تي. وبالتعويض عن التي بتي 1 فلاقي عندي التي بالتعويض عن التي بتي 2 فلاقي ان التي عندي ليميتد ما بين التي 1 والتي 2، فممكن اعمل ريبريزنت للتي 2 ماينس تي 1 ب تي كابيتال 1 لتي كابيتال 1، والاقي ان انا عندي ال V1 اوف تي ايكوال ماينس في ان في تي 1 على الار سي ماينس في انبوت في تي 1 على الار سي. طبعا بعد ما الكاونت عندي بيأوفر فلو فبيكون في عندي كاري بالص، الكاري بالص دي بتقلب السويتش عندي اس 1، بدل ما كان موصل ايه، لا هيوصل البي اللي هي نيجاتيف بي ريفرنس. النيجاتيف بي ريفرنس هيبتدي يشغل الانتجريتور، بس الفرق هنا ان يكون الانبوت اللي عندي بنيجاتيف، فنيجاتيف يبقى اول لما هيدخل الكلوك اللي عندي اول لما هيبتدي يشتغل هيبقى نيجاتيف ريفرنس. خلاص الاس 1 اشتغل على بوزيشن بي، فالنيجاتيف ريفرنس فولتج هيشيل التشارج من الخزان عندي عن طريق ان هو هيبتدي يعمل ديسيف شارج للقيمه اللي عندي لحد ما توصل لحد صفر. وطبعا الكلوك اللي عندي هتقف، فالكاونتر اللي عندي هيوقف قرايه، واثناء عمليه الديس تشارجنج هلاقي ان هي بتبتدي يحصل لها ديس تشارجنج من تايم تي 2 لحد تايم تي 3، ولاقي ان الفي 2 بتساوي الانيشال فولتج للكابسنس بلس 1 على الار سي، مش ماينس بقى، بلس 1 على الار سي في انتجريشن من تي 2 لحد تي في ريفرنس في دي تي، و هيبقى التايم اللي عندي هنا تي ماينس تي 2. فلو عملت ريبليس للتي بتي 3 فطبعا ما ننساش ان التايم عندي هنا في التشارجنج من تي 1 لحد تي 2 في الديس تشارجنج من تي 2 لحد تي 3، فهيظهر نفس المعادله اللي ظهرت قبل كده بس هتكون باشاره مدببه 1 على ار سي بي ان في تي ان، و ده كان الانبوت، وهنا ماينس 1 على ار سي في في ريفرنس في تي 3 ماينس تي 2، وممكن اعمل ريبليس للتي 3 ماينس تي 2 تي 2، فيظهر معايا التي 2 على التي 1 ايكوال في ان على الفي ريفرنس، يبقى الفي ان على الفي ريفرنس، والكمبرت الاوت هيكون طبعا ثابت along the time من اول تي 1 لحد تي 3. فهلاقي ان الاوبريشن بتاع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هنا بيحتاج 2 فولتج سلوب عشان الديس تشارجنج، فعشان كده سميناها ديوال سلوب انالوج تو ديجيتال كونفرتر. فطبعا في فيكس تايم عشان التشارجنج مكثف، وهيبقى برضو الفول سكيل كونفرجن الديس تشارجنج للكباستور هيبقى في تايم بقيسه لحد تي 3، ونفس الكلام لو انا اشتغلت هاف سكيل كونفرجن، ونفس الكلام لو اشتغلت كوارتر سكيل كونفرجن.
سادس نوع الفلاش انابتو ديجيتال كونفرتر، ويفوت فلاش انابتو ديجيتال كونفرتر ناب ساوند بريورتي انكودر. يعني ايه بريورتي انكودر؟ بريورتي انكودر ده بيبتدي ياخد نص سيجنفكت بت، وهي اول حاجه بتظهر معايا. يكون في بريورتي للنص سيجنفكت بت عن الليست سيجنفكت بت. فانا مثلا لو وصلت هنا 7 انبوت، والسبع انبوت اللي عندي هنا هيكون الانبوت بتاعهم في كومباراتور، انا الكومباراتور، وانا الكومباراتور ابتدي اقارن ما بين الدي ان السيجنال اللي جايه معايا على كل الكومباراتور اللي عندي، وهيكون في فولتج مختلف على از ريفرنس لكل واحده. ولو افترضت ان انا عندي هنا 7 انبوت، وافترضت ان الدي ريفرنس اللي عندي 7 فولت، فيكون عندي هنا الفولتج ويدر 1 فولت، هنا 2 فولت، هنا 3 فولت، 4 فولت، 5 فولت، 6 فولت، 7 فولت، وهنا هيبقى فيه 8 مثلا فولت. لو يعني حسبتها فولتج ديفايدر، يبقى في كل مره انا ببتدي اكمبير لو كان الفولتج اللي عندي اكبر من الماكسيموم فاليو بتاعت الفي ريفرنس، يبقى في الحاله دي هيجي لي هنا 1، ولو كان اكبر في الكومباراتور الثاني ابتدي اقارن فيجي لي هنا 1 يا 0. القيمه ال 1 و 0 على الانكودر هيبتدي يحصل لها كونفيرجن ل 3 بت، وده انا بسميه فلاش انا في الديجيتال كونفرتر. طبعا بيكون فيه لاتشز جوه البريورتي انكودر بحيث ان هي تمنتين وتحافظ على الفاليو اللي موجود عندي جوه ال انابتو ديجيتال كونفرتر او جوه الفلاش انابتو ديجيتال كونفرتر، ودي طبعا بتحافظ عليها لوقت معين. طبعا ميزه الفلاش اي دي سي ان هو بيكون سريع، لكن عيبه ان هو بيكون اكسبنسيف.